مشاهدينا اللقطات الحاسمة. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أحلى الذكريات. حلقتنا اليوم بتختص في برامج الأطفال، ودائما برامج الأطفال لها أسلوب مختلف في الإخراج وكذلك في الإعداد وأيضا في أسلوب التقديم. اليوم خلونا نشوف نموذج من هذه النماذج وخاصة في برامج الأطفال، خلونا نتابع. ولقد احتفلت مدارس السلطنة بهذه المناسبة، حيث أقيمت احتفالات خاصة لتكريم الطفولة. افتتاح مدرستين جديدتين بالعاصمة، الأولى في بوشر. أتمنى أنكم زرتوا التلفزيون قسم قسم، وكل سنة وانتوا طيبين. ويا مرحبا بأحبائنا في مدينة الأطفال. أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم الجديد نادي الأطفال. تعيشي بلادي، تعيشي لنا لنا، ديار النعيم وأرض الهنا. بعدنا مستمرين في مسابقاتنا الشيقة كثير بسبب رسوماتها العجيبة، وفي ألوان الصيف هدايا وألعاب وهوايات وأغاني. لدينا فقرات عديدة ومفاجآت جديدة، خليكم معنا وتعلم وامرح. أنا أتمنى أنكم تكونوا متابعين لبرنامجنا كبارا وصغارا، آباء وأمهات أطفال من مختلف الفئات العمرية. حضرين لكم أغنية حلوة كثير تتحدث عن الزهور. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى.
أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات. كلثم الزجالي وأحلى الذكريات. حنان بنت عبد العزيز الكندي وأحلى الذكريات. شيماء الحمادي أحلى الذكريات. ابتهال الزجالي أحلى الذكريات. عدنان الميمني وأحلى الذكريات. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات. زي ما نلاحظ مشاهدين الكرام، هذه أحد الشخصيات اللي حبوها كثير من الأطفال، وهي شخصية المهرج. منهم أيضا من اختار شخصيات مختلفة مثل شخصية دبدوب وأرنوب وهكذا. يعني باختصار أن القائمين على مثل هذه البرامج وخاصة برامج الأطفال من معدين ومخرجين وفريق عمل بصورة عامة يعمل جهد كبير حتى يرضي ذوق الطفل بقدر الإمكان، لأن الطفل جدا حساس وملاحظته جدا قوية. أولى هذه الفقرات يقدمه لنا أطفال مدارس أسماء بنت أبي بكر وحسان بن ثابت، نشيد عيد الطفولة. شاركت طالبات مدرسة نجية بنت عامر المسائية الاحتفال هذا العام بتقديم عدة فقرات، اخترنا لكم منها هذا النشيد. وما زلت أعيش حياتي من خلال برامج الأطفال، رغم كثرة البرامج اللي أنا قدمتها من 83 حتى الآن، إلا أن برامج الأطفال يمكن البرامج هاي تلصقت باسم ماما كلثم أو تلصقت فيني أنا، فحبيتها كثير. لأن تعرف أخي عبد الله، صعب جدا جدا أن واحد يقدر يقدم برنامج الأطفال. برنامج الأطفال من أصعب البرامج اللي إحنا نقدمها أو اللي إحنا نشوفها. اللي يقدم برنامج الأطفال دائما احنا نبخس في حق الطفل، نقول نعم طفل عقله عقل طفل، لكن عقل الطفل أكبر من عقلي وعقلك. الطفل شيء كبير، يعني ممكن في لحظة يقول لك أنت غلط، وفي لحظة يقول لك أنت صح، ممكن في لحظة يحبك وفي لحظة يقول لك أنا أكرهك. أصدقاء الصغار، مساء الخير، يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم براعم المستقبل. هيك بيطيروا العصافير، هيك بيسبحوا الأسماك، هيك بيدور الدولاب، هيك بيسقفوا الأولاد،
صف وصف ويدين صقار، بكرة الصبح عالبكير برقت وردو ياسمين. شاطرة صف قولها. يلا من عنده نشيد أو فزورة؟ من عنده فزورة؟ عندك فزورة؟ نسمع الفزورة. انتي تسمعي لكن هو ما يسمعك. أنا أسمع هو ما يسمعني؟ أي صف؟ ثاني. ثاني تروح الصف الثالث؟ إيش حافظة نشيد؟ نحن القطتين. يلا قولي بصوت عالي لا تستحي. نحن القطتين حلوين وصغيرين، أنا القطة البيضة أنا القطة السودة، أنا اسمي بسبسة أنا اسمي ملبسة، برافو من روح المدرسة متعلم ألف به والتوي الخرج، نضرب على القطافة والطبل والسمارة طفة في طفة. فلسطين فلسطين داري ودرب وانصار، ظلوا بلادي هوافي فادي، لحن نبي عليها سفتية وجوه غريبة بأرض سليمة، تبيع ثمار وتحتل داري وعرف دربي إلى بيت جدي إلى دفع مهدي، فلسطين داري ودرب انصار. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء أعزائي ومع السلامة. إلى اللقاء. وأنا طفلة صغيرة شفت مسؤولية أهل مش مسؤولية بيت كبير، ودائما كانت أمي تقول لي أنت أصلا مولودة أنت أم، يعني أنا أكبر أخواتي ودائما كانت تقول لي أنت أم، يعني معاملتي مع أخواتي الصغار أسلوبي معهم لما أكلمهم أأكلهم أوديهم أفسحهم كانوا أطفال، وأنا طفلة في نفس الوقت بس كنت أحسسهم إن أنا كبيرة أنا مسؤولة، فيمكن هذا اللي خلاني أو ساعدني تربيتي إني أنا أكون أم وأنا طفلة صغيرة، التربية أثرت علي وأنا كنت أقدم برامج الأطفال. لعلمك عبد الله بيقول لك شيء، إن أنا صح كنت ماما كلثم في برامج الأطفال مع الأطفال اللي كبروا الحين ما شاء الله عليهم وبارك فيهم، لكن عمري ما كنت أعامل الطفل إنه هو طفل، لأني أنا كنت أنزل لمستوى الطفل، أكون طفلة معهم أكون صديقة معهم، لأن دائما أقول إن الطفل ما محتاج لأم، عنده أم في البيت يطول بعمرها إن شاء الله، وما محتاج لمدرسة أو أبلع عنده في المدرسة، ما محتاج لأخت الأخت موجودة، ما محتاج لصديق أو صديقة أكبر منه، دائما الطفل الصغير يحب إنه يصادق طفل أكبر من عمره حتى يشوف نفسه إنه في مستوى هذا الطفل أو في عقلية هذا الطفل ويستفيد من عقلية الطفل الكبير. فأنا أن كنت أنزل مستواي العمري إلى مستوى الطفل هذا إني أتفاهم وياه إني أنا صديقتك. لعلمك لغاية الحين بعد تقديمي لبرامج الأطفال من سنوات طويلة لغاية الحين في عندي أصدقاء وصديقات صاروا أمهات وآباء لغاية الحين يستشيروني في أدق تفاصيل الحياة. أهلا بأحبائي زهور الغد من مدرسة دارسيت، وإن شاء الله تمضوا معنا وقت مسلي ومفيد. أكبر قارة في العالم قارة آسيا، وأصغر قارة في العالم قارة استراليا. أنت متأكد من الإجابة؟ خالد اذكر ثلاث أنواع من الخضروات تبدأ بحرف الباء وتزرع في عمان، وثلاث أنواع من الفواكه تبدأ بحرف الباء وتزرع في عمان أيضا. أيوة. أولا من الخضروات. الخضروات تبدأ بحرف الباء بس بسرعة. بطاطا. بطاطا. بقدونس. بقدونس. بسرعة. بصل. أول جبت بطاقة داو مستعملة. أيوة. وجبت الألمنيوم وخيطته. الألمنيوم. كذلك. أيوة. كذلك حتى صارت مثله وسط صندوق. سنة حلوة يا جميل. سنة أحبائي زهور الغد، أتمنى أن أراكم دائما في صحة وسعادة وخير، حتى أن أراكم في الأسبوع المقبل، لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.
أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات. مشاهدينا بنجري حوارات سريعة من خلال برنامجنا أحلى الذكريات مع القائمين على مثل هذه البرامج، وبالتحديد برامج الأطفال. بنحاول نجري معهم حوارات حول إعداد هذه البرامج، كيفية تقديمها، كيفية التواصل مع الأطفال، وأيضا ردود أفعال الأطفال على مثل هذه البرامج. كل هذا بنشوفه في أحلى الذكريات. صباح الخير، صباح النور، صباح المحبة والمودة والسعادة والهناء، وكل سنة وانتو بخير، وكل سنة وانتو طيبين. كل سنة وانت طيب يا بابا وحابوس، والله يطول في عمرك، والله يطول في عمرك. أبا ثلاثة أولاد وثلاث بنيات. تبي ثلاث أولاد وثلاث؟ شوف 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 اللي يوقف يقول أنا ما يصير كذا، ما يصير فوضى. صبروا 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 صبروا. ايوه بسرعه 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 بسرعه، ابوي خلص قبل، ابوي خلص قبل، يلا بسرعه بسرعه، شو بده يخلص. ايوه 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 ايوه، ها خلصوا، بعد باقي بعد باقي بس روح روح روح. مي فرفشة ومزقطاطة، لبسة بلوزة منقطة، على جون اللي مخططة، لبسة بلوزة منقطة، على جون اللي مخططة، منقطة ومخططة. تهيئة كادر آخر كمان نقطة كثير مهمة ولازم ما نغفل عنها يعني، ومتى ما وجدنا أنه في عندنا كوادر جيدة ناخذهم. الجميل في الأمر، وهذه أوجه فيها تحية شكر كبيرة، تحية شكر كبيرة، أول شيء المسؤولين اللي أعطونا الثقة، ثاني شيء الأولياء الأمور. يعني أنا أذكر أن أنا كنت بمنتهى الصراحة أعامل اللي معاي في الأطفال، يعني الأطفال اللي معاي في البرنامج، مش معاملة أنه هذا جاي يقدم وينتهي، لا، معاملة أم لأولادها. هنا أخطأت، هنا لا تعاقب، هنا لا المفروض ما تشارك، هنا المفروض أنه لا أستبعدك، هنا لا المفروض. فهو كان في نوع من أنه شو هذا يعني، بس هنا عشان تعطيه مسؤولية، الكاميرا مسؤولية، الكلمة مسؤولية، الكلام اللي تقول لازم تكون فيه أنت جاد أيضا في النهاية.
على العموم حتى يصلوا ارحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عالم الاطفال. طب ممكن قبل ندخل يا ماما كلثم انا واصدقاء بعدين نخبرك؟ اتفضلوا بسرعة. أمنيتي وحلمي الغالي الأضواء بشرط الكل يقول حوار أو نثر أو والحين أحبائي الصغار كل الأصدقاء والصديقات يجون يهنئوا صديقنا إبراهيم بعيد ميلاده. خلتني أتذكر أيام وأنا عمري 12 سنة. طبعا الجمهور عرف شيماء الحمادي يمكن في برنامج اسمه استوديو الأطفال مع حسن أبو شعيرة، بس كانت لي ظهور جدا بسيط من خلال حلقتين أو ثلاثة. بس الظهور الحقيقي في سنة 95 مع محمد طرونة في فوازير الأطفال الأودية في عمان. طبعا عرفوني في مجال الغناء وفي مجال الأنشودة، وإحنا نأدي الأغنية كف الزورة. فهاي أول برنامج بالنسبة لي، كل ما أتذكر هالبرنامج أفتخر فيه، لأنه للحين في ناس تتذكر هالبرنامج وأول ما يشوفوني يقولوا لي وديانونا تجري. أعزائي الأطفال في كل أنحاء عمان الحبيبة، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد مع مجلة الأطفال. وأنا حنجل ورحب بكل أصدقائي في مجلة الأطفال اليوم. جمعت أصحابه ورحت أسألهم، قالوا كلام مثل الفوازير، ولما احتر من التفكير قالوا أجيكم وتساعدوني. إلى اللقاء يا أعزائي الصغار. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أعزائي الصغار. شفت شيماء وعجبتني طريقتها، شفت ابتهال نفس الشيء، فقلت لهم تعالوا شو رايكم طيب انتوا تشاركوا معي في البرنامج، يعني تقدموا بعض الفقرات، وهنا تعطيهم ثقه. في النهايه انت بعد لازم تؤمن، لازم تشكل جيل اخر، يعني تعطي جيل اخر فرصه انه يمسك مثل البرامج يعني، وتعطيه الثقه. وبالفعل
بدوا معي شوية شوية. جبت شيماء معي، وجدت عندها شخصيتها جيدة يعني بالمقابل كمان مثل ابتهال يعني مثل بقية، بس شيماء يمكن بحكم أيضا خبرتها كانت أكبر من ابتهال، مواجهتها للكاميرا أفضل يعني في الفترة الماضية. الآن الحمد لله صاروا كلهم نجوم ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم يعني. فجت شيماء قلت لها تعالي شيماء شاركي معي في ندوة الصغار والكبار، أنت كمان اعطي بعض الأسئلة. فشوية شوية بدأت أعطيها، شفتهم ما شاء الله عليهم لا ماشيين كويس. عملنا بعد ملتقى الصغار فوازير الأطفال، عطيناهم الثقة كاملة، حلقة مرة عند ابتهال وحلقة مرة عند شيماء، هذه أبدعت وهذه أبدعت. في حلقتنا برنامج ملتقى الصغار معنا فقرات متنوعة، لكن خلنا في البداية بعد ما قدمنا التهنئة الجميلة أرحب بمذيعات المستقبل، أرحب بصديقات اللي راح يكونوا معاي إن شاء الله في البرنامج. عندنا شيماء الحمادي وأيضا بشرى حبيب وابتهال غازي. على فكرة العيد قد يكون عندكم عيد يوم واحد، لكن أنا عندي ثلاث أعياد بسبب وجود المذيعات الحلوات اللي معاي اليوم. وصلنا الحين إلى فقرة المسابقات، طبعا فقرة المسابقات حماس وجد ولعب بعد. وصلنا للفقرة الثانية، وخلينا أول شيء نتعرف على الحلوين الموجودين هنا. نتعرف على الحلوة اللي لابسة زي العماني والذهب، الله كل عام وانت بخير. والظاهر ان الكل اللي موجود معنا ما يدخر يعني ابدا الفلوس ما يحطها على طول، ما شاء الله صار فيه الفلوس. يعني نتكلم عن امنيات العيد، يعني في العيد اكيد كل واحد يكون له امنيه يتمنى يحققها يعني في كل عام. طبعا قبل ما نبدا المسابقه احب اعيدكم بمناسبه العيد واقول لكم كل عام وانتم بخير. كان بالنسبة للعيدية تروح كلها في العيود، وأيام أول العيود كان في منطقة مسقط في الطويان، وأيضا عند المطار القديم. فما أعرف الحين بالنسبة للأطفال الموجودين وين تودوا فلوسكم، فلوس العيدية يعني. الحين أعتقد وصلنا في النهاية، أعتقد وصلنا إلى نهاية الحلقة أعزائي المشاهدين. أحباء الأطفال باي باي، مع السلامة، وكل عام وانتم بخير وإن شاء الله يعود عليكم بالصحة والسلامة. العيد إن شاء الله دائما بخير، باي 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 باي، مع السلامة. أول برنامج قدمته كان مع المخرج محمد الكندي اللي هو اكتشفني في مجال التقديم، وأكيد أستاذتي اللي ما أنسى فضلها أبدا علي الأستاذة حنان الكندي، كانت أكيد هي معلمتي الأولى في مجال تقديم البرامج. كان برنامج اسمه دنيا الأطفال، ملتقى الصغار عفوا، ملتقى الصغار كان اسمه. ملتقى الصغار كنت أقدمه انا والأستاذة حنان الكندي، وكان في يمكن الفقره اللي اكثر شيء كانت متميزه فيه هي حلقه اسمها حوار مع الكبار. هذه الحلقه كانت كنت دائما اشارك فيها الأستاذة حنان الكندي في الحوارات، تعرف يعني هي دائما مهتمه بالمواضيع العائليه والحوارات الاجتماعيه وكذا، فهذه الحوارات كانت حوارات الأطفال وكنت دائما أشاركها فيها في التقديم وكذا. وفي الأيام الثانية كان برنامج أطفال مسابقات وغيره وكذا، بس كان مسجل. بعدين انتقلنا من البرامج المسجلة صار نفس البرنامج يعرض على الهواء مباشرة، وأول مرة طلعت فيها على الهواء لحد الحين أتذكرها وأتذكر كل تفاصيلها، وحتى أتذكر شو كنت لابسة يعني من كثر ما كنت متحمسة للموضوع. أنا بديت برامج الأطفال طبعا في عام 1999، كان أول برنامج لي اسمه ملتقى الصغار، كان أول برنامج أقدمه طبعاً على الهواء بدون أي تدريب، طلعت على الهواء وصارت كثير من المواقف الحلوة. بس من البرنامج اللي ظهرت فيه 1999 تعلمت الكثير من الأشياء الحلوة اللي استفدت منها في تقديمي لبرامج الأطفال. وأحلى برنامج قدمته برنامج ألوان الصيف، لأنه حصلنا على جائزة فيه كأفضل مقدم برامج أطفال على الوطن العربي، وأفضل برنامج ظهر ممكن على الشاشة كان في نوعية نوع من الجرافيكس والمسابقات الخاصة للأطفال. وطبعا هو البرنامج بعد ذلك استمر لأن إقبال الجمهور كان عليه كبير جدا يعني، فاستمر بعنوان ألوان لمدة تقريبا 4 سنوات. أصدقائي خلونا نعرفكم على ألعابنا اللي رايحين يشاركوها أصدقائنا المتصلين. عندنا اللعبة الأولى هي لعبة باب المفاجآت، واللعبة الثانية لعبة الأرقام المفقودة، وعندنا أيضا لعبة البالونات، وعندنا لعبة بسرعة، أيضا لعبة عندنا لعبة الأسئلة العامة، ولعبة الاختلاف، ولعبة تعرف على المهنة. أحبا خلونا نستقبل أولى المكالمات ونقول ألو. الله حلو،
زين يا يزن، عندك 5 صناديق، اختار لي صندوق. الاعدادي في الاول الاعدادي، خبرني ايش سويت في اجازتك الصيفيه؟ تقريبا صارنا الحين شهر باديه الاجازه الصيفيه. يلا السؤال، عندنا سؤال، تتساقط الامطار في فصل الخريف صح؟ صح. هاكم غدا في حلقه اخرى من برنامج الوان الصيف. احلى الذكريات، احلى الذكريات، احلى الذكريات، احلى 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 الذكريات. شوف طالع زي، طالع الكاميرا، طالع الكاميرا، قول باي باي. باي باي. شوف الكاميرا، باي باي. هوا هوا. ايوه. وتقديم مثل هذه الاعمال وخاصه اي معليش معليش مره ثانيه. مشكور حبيبي، تسلم. احلى شيء مشاهدينا الكرام، قاعد ازحف انا الحين، احلى شيء في برامج الاطفال ان يكون فيها طابع المرح، يعني ما في برنامج يكون مسجل كان او على الهواء الا يكون مركزين على جانب كبير في جانب المرح عند الاطفال. زي ما لاحظ صوت الموسيقى الحين طاح الخشم. نكمل. زي ما تلاحظون مشاهدينا الكرام، قاعد اصور انا مع هذه الفرس واسمها ورده. اللي ابغى اقوله ان مثل هذه المواقع الترفيهيه أو الحدائق العامة يكون فيها جوانب ووسائل مختلفة للترفيه للأطفال بشكل خاص، ترفيه خاص للأطفال، فما بالكم إذا كان برنامج في التلفزيون؟ لابد يكون فيه عناصر ترفيه أكبر من خلال الجوائز وأيضا الفقرات الترفيهية الموسيقية كانت أو غنائية أو الرسم، كل هذه دائما تكون موجودة في البرامج الخاصة بالأطفال من قديم الزمن إلى وقتنا الحاضر. أحلى الذكريات. أنا أحب البرامج القديمة اللي كانت تقدم للأطفال، لأن أحس البرامج هذه كانت تقدم للطفل بصدق. البرامج اللي نشوفها الحين من تقديمات أو البرامج الجاهزة أحسها برامج تجارية أكثر ما كانت تكون برامج تعليمية أو تعطى هذه الجرعة للطفل بصدق. برامج معلبة الطفل يشوفها مرة ومرتين وثلاثة خلاص يشبع، لكن الطفل أو يمكن تكون البرامج هذه برامج توعوية للطفل بس بطريقة مباشرة على طول. تعرف الطفل بطبعه عنيد، ما يحب أن حد يقول له اعمل افعل ادرس اكتب، ما يحب، يحب أن واحد يجي يقول له بهدوء بس بطريقة غير مباشرة.
أصدقاء الأطفال صباح الخير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم الجديد نادي الأطفال. صباح الخير، صباح الخير أصدقاء الأطفال. وأنا مثل ما قلت لكم في انتظار خطاباتكم ورسائلكم وقصصكم اللي ترسلونها حقي، عشان في الأسبوع الجاي إن شاء الله راح أقول قصة من قصصكم اللي بعثتوا حق نادي الأطفال. زين، والحين نقول لكم أنا وصديقي العزيز بطبوط في أمان الله. سؤالك كان شو أعز برنامج؟ ما راح أخصص شيء من البرامج، بس يمكن أكثر برنامج اللي يعني ياخذ يعني راح يظل في ذاكرتي أكثر هو برنامج ألوان، بحكم إني اشتغلته تقريبا لمدة خمس سنين من عمري، يعني ما مو شوية. وفي هالبرنامج يعني فزنا بجوائز، وكان هذا البرنامج اللي يعني اشتغلت فيه كإعداد، يعني هو يمكن يعني كونت فيه ذكريات أكثر. بس انه اكيد البرامج الثانيه ما انسى، انه اكيد لها ذكريات ولها مواقف حلوه، ويعني وكل برنامج من هالبرامج اكيد انا شخصيا تعلمت منها اشياء كثيره، يمكن حتى يمكن يكون دوري بسيط فيها، سواء كان تمثيل او تقديم برامج، بس هالاشياء البسيطه تبني اشياء كبيره. يعني كل البرامج، يعني اخاف اني اظلم برنامج لان كل برنامج انا احبه كثير، بس حبيت الرحله لانه ساعتها كنت استوعب اكثر وكنت أفهم أكثر، وفي نفس الوقت ما أعتقد أني راح أحصل فرصة في الأيام القادمة أني أتجول في ربوع عمان إلا بسبب الرحلة. يعني الرحلة أعطاني فرصة كثير جميلة كثير غنية، وأنا أعتز فيها أن تجولنا في سلطنة كلها. ميم، دال، ياء، نون، تاء مربوطة، ألف، لام، ألف، طاء، باء، ألف، لام. أعزائي المشاهدين صغارا وكبارا، أهلا ومرحبا بكم في مدينة الأطفال. أهلا بكم في الجزء الثاني من مدينة الأطفال. أهلا وسهلا بكم أيها الأصدقاء الأطفال، تفضلوا. هم أطفال مطيعون. أنا وولف جانج موتزارت، ولدت عام 1756. من أي البلاد أنت؟ من النمسا. الأسواق الشعبية فيها جمال بلادي، فيها عمان العصرية وترادي وأمجادي. الأسواق الشعبية فيها جمال بلادي، فيها عمان العصرية وترادي وأمجادي. فيها جهد وحصاد الجد، فيها الفن يفوق الحد. فيها جهد وحصاد الجد، فيها الفن يفوق الحد. فيها أصالة كل الشعب، فيها تاريخ ويوم وغد. الأسواق، الأسواق، الأسواق الشعبية. ولماذا لم تأكل؟ ألم تشعر بالجوع؟ كنت جائعا في الصباح، ولكنني لا أدري ما الذي حدث معي. إن تناول حبة برتقالة بعد الأكل مفيد، فهو يساعد على الهضم. فعلا البرتقال غني جدا، فالبرتقالة الواحدة تحتوي على عشرات العناصر الغذائية، منها على سبيل المثال سكر الفواكه والمعادن. مشاهدين الأعزاء صغارا وكبارا، لا تنسوا موعدنا في الأسبوع المقبل. أحلى الذكرى، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات.
الذكرى أحلى 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 الذكريات. برامج الأطفال طبعا صعبة، مو أي واحد ممكن يدخل لقلب الطفل. إذا دخلنا لقلب الطفل بندخل لقلب العائلة كلها، لأن ممكن العائلة تحب كل أم كل أب يحب طفله، فصعب جدا أنك تدخل قلب كل طفل. فمن نادر ما تحصل أنه ممكن طفل يحب فنان، أو من نادر ممكن طفل ترسم الابتسامة على وجهه، لأن الطفل صعب أنك توصل له، لأنه ممكن أحيانا يكون عقليته مختلفة. ولكن إذا تعودت على برامج الأطفال، تعودت تعاملت مع الأطفال بشكل مكثف، راح تعرف شو هم يحبوا. ليش برامج الأطفال مو سهلة؟ لأن شوف، خلي أجيب لك هذه الطريقة. عندك في التلفزيون أو في البرامج، كتصنيف البرامج، عندك برامج رياضية، برامج منوعات، عندك برامج سياحية، برامج دينية، برامج يعني كل أنواع البرامج لها يعني برامج مخصصة. في برنامج الأطفال كل هالبرامج موجودة في برنامج واحد، عرفت؟ كل هذه المواضيع راح تتكلم عنها في هالبرنامج. يعني عندك في مثلا السياحة، خلاص واحد يعني إنه مزاجه كله سياحة بس بتكلم عن السياحة، واحد رياضي يتكلم عن برامج الكبار بس يعني كل المعلومات الرياضية، بس تعال تكلم عن موضوع ثاني ما يعرف. فالصعوبة في برامج الأطفال إنك لازم تكون ملم بكل الأشياء اللي حواليك. إذا أنت كبرت في السن وقاعد تقدم برنامج أطفال، كيف ممكن إنك أنت توصل لهذا الطفل؟ والشغلة اللي جدا مهمة، الإنسان لازم يكون عفوي، لازم يكون تلقائي، لازم يكون بريء، لازم يكون هو نفسه، ما يغير من شخصيته. اطلع مثل ما أنت وعامل هالطفل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم نشرة أخبار الأطفال تقرأها فايزة بن سالم الخروصي ورؤى بنت عبد الله اللمكي. افتتاح مدرستين جديدتين بالعاصمة. أطفال السلطنة يحتفلون بيوم الطفل الخليجي. اختراع طائرة ذات محرك تعمل بدون وقود في الولايات المتحدة الأمريكية. وقدم الأطفال في هذا الحفل الفقرات المتنوعة والأناشيد والأغاني ابتهاجا بهذه المناسبة. والآن أصدقائي إلى التقارير الإخبارية. وتضم هذه البيوت حوالي 500 طفل وطفلة. يا ربنا فاطمة يا ليلة السلطان. وبهذا التقرير الإخباري نصل أصدقاء الأطفال إلى نهاية نشرة الأخبار. شكرا لكم وإلى اللقاء. موقف صار معي وأنا على الهواء. أنا من نوع ما أحب القطط، ما عندي شيء ضد الحيوانات، بس ما أحب، أخاف منهم، هم القطط بالذات أخاف منهم. فمرة أنا وعدنان لما نتفلسف جايبين حيوانات بالاستوديو، كنا عاملين حلقة عن الرفق بالحيوان، فكنا جايبين، تعرف القطط هي أسهل حيوانات ممكن أنك تجيبها بالاستوديو بحكم أنها أليفة تقدر تتحكم فيها أكثر. فجايبين تقريبا 3-4 قطط في الاستوديو، وببغاء والطيور وكل الببغاء، معلش حلو، بس القطط وأربع في الاستوديو وأنا قاعدة أقدم على الهواء، حالتي كانت حالة في ذيك الحلقة. ففي قطة من القطط حبتني، كشوتي عندي كشوتي عندي كشوتي عندي وتدور حوالي. فالموقف اللي صار انه انا كنت قاعد حكي والمخرج ما اخذ علي كلوز، انا اتكلم قاعد على الكرسي، كانت كراسيله طويله، قاعد على الكرسي والقطه تحتي تحوم حوالي، وعدنان واقف يمي ويشوف علي وعارف اني خايفه، وانا اشوف عليه يعني انه عدنان شيل القطه، وهو مطنشني ما تيجي للقطه وتنط علي
وانا على الهوا وتحكى واصرخ لك صرخه. احلى الذكريات احلى الذكريات. تخيل من الصبح الساعه 9 من يعني انك انت تكون جاهز يعني، وبالفعل طلعت او قبل وانا طالعه وامر على الاطفال بعض منهم اخذهم بسيارتي ومسرعة اني انا بغى اوصل للمجمع، صار لي حادث دعمت. طيب ما هم مني اني انا الحمد لله نجت سليمة، بس سيارة تأثرت وسيارة الشخص الاخر تأثر. اكلم اتذكر رجال الشرطة اللي اعطيهم الصحة والعافية يعني، اقول لهم ما عليه بنتكلم فيما بعد، بس انا عندي تصوير الان خليني اروح اخلص اموري بعدين بتفاهم معاكم. يقول لي قلت له هذه بطاقتي، هذه ملكية سيارة، بس انا عندي اطفال خليني امشي ما دام صارت سليمه، انا بتحمل المسؤوليه هذه يعني. رحت لغايه المجمع، وصلت المجمع، وصلوا الاطفال المدارس، وصلوا الامهات، لغايه الساعه تقريبا 11 11 ونص ما وصلوا للمصورين. عتب على المصورين. طيب وين اروح الحين؟ احاول اتصل بمسؤول في التلفزيون، يقول لي احنا مبلغينهم وين فريق التصوير. فريق التصوير طلع انه راح بمهمه خارج مسقط يعني. طب والان شو العمل يعني؟ أذكر اتصلت ها الساعة 2 وصل الفريق. تخيل من الساعة 9 أنت موجود، 9:30 يعني يفتحوا المجمع، أنا موجودة هناك، يفتحوا المجمع التجاري أنا عاد مع الأطفال، أهم شيء إني أكون موجودة لغاية الساعة 2. وأنا عاد كنت وصلتها سين وسين وسين وسين، وصلنا مع الأطفال وانا اهدي الامهات، طيب معلش انتظروا شويه بس باذن الله الحلقه بتطلع حلوه، معلش هذه مواقف تصير في الاعلام يعني مش قضيه كبيره. وتسكت الطفل، هذا يبكي، هذا يبغى يرجع البيت، هذا جوعان، تاكلوا مواقف. وصلنا. الجميل في الامر يا عبد الله ان كانت من افضل الحلقات. أصدقائي الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أتمنى رمضان يمر علينا وعليكم بالخير والسعادة إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين وبصحة وسعادة. ناخذ طفل ثاني وسؤال في الذكاء، تعالوا تعال. عشان هو كان يمشي. كان يمشي بدون سيارة، صح؟ طبق له. الخير والمحبة، وكل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء. تعرف أنا قدمت العديد والعديد من برامج الأطفال، كل برنامج يختلف عن برنامج، بس كنا أيام العطلة المدرسية كان صعب إحنا نجيب أطفال من المدارس، كان أيام المدارس ممكن نجيب كل مرة أو كل أسبوع أو كل جمعة أطفال، مجموعة أطفال من سين من المدرسة الفلانية، لكن أيام العطلة الصيفية وتعرف البرنامج أسبوعي ننزل قبل أذان الجمعة الظهر في لمدة ساعة كاملة،
فالأطفال ينتظرون البرنامج، فمن وين نجيب الأطفال؟ كنا نعمل البرنامج عن طريق دمى. الدمى أو المربط الدمية هذه تتكلم مع الأطفال، فكنا البرنامج كان برنامج استوديو، ما كان برنامج ولايات أو تصوير خارجي وكذا، كان برنامج سهل. من ضمن البرامج هاي أو أسماء البرامج غير برنامج عالم الطفل، دنيا الطفل، دنيا الأطفال، عالم الأطفال، مجلة الأطفال، أعزائي الأطفال صباح الخير، زهور الغد، مجموعة كبيرة ما أذكرها كلها. اخترنا هذا الموقع بعناية حتى نعطيكم الأجواء اللي يتم تصوير فيها مثل هذه البرامج وخاصة برامج الأطفال. أيضا حرصنا أن تكون هناك في شخصية زي ما تلاحظون شخصية المهرج، حتى نعطيكم أن هناك شخصية لها دور فعال بالنسبة للأطفال حتى يتفاعلون معها. كل هذا أيضا زي ما قلت لكم أجرينا حوارات سريعة مع مجموعة من الضيوف حتى نعكس لكم الروح اللي يقومون فيها في تقديم برامج الأطفال. أتمنى بالفعل قدرنا ننقل لكم هذه الصورة مع أحلى الذكريات. أصدقائي، فقرات جديدة ولقاء متجدد يجمعنا دائما مع برنامجكم الأسبوعي تعلم وامرح. أصدقائي، لدينا فقرات عديدة ومفاجآت جديدة، خليكم معنا وتعلم وامرح. قصص وقصص وقصص نطالعها كل أسبوع، نتعرف على شخصياتها ونتابع أحداثها ونتشوق لنهاياتها، نستخلص الموعظة والعبرة منها ونتعلم من نتائجها. دعونا نستمتع بقصتنا اليوم. Red and yellow and pink and green, purple and orange and blue. I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too. Red and yellow and pink and green, purple and orange and blue. I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too. فكنت أقدم الشيء على حسب ما أنا أحتاجه، يعني لما أقدم معلومة أو أقدم فقرة أعرف أن أنا كطفلة أنا أحتاج هذه الفقرة، فأحس أنه فعلا المعلومة هذه راح توصل للطفل نفسه وراح يستفيد منها. فالاستفادة من خلال هالفقرات اللي نقدمها أنا كنت أستفيد، والمشاهد الصغير أو الطفل الصغير كان يستفيد. والحلو والجميل أن التلفزيون سلطنة عمان كثير اهتمت في هذيك الفترة وللآن الحمد لله بالمجموعة اللي كانت تطلع، بالأجيال اللي كانت تطلع. أنا أحب أوجه يعني شكر كبير لأستاذ حنان الكندي وأستاذ محمد الكندي، لأن أهم اللي اختارونا وأهم اللي بدوا معانا. هم صح كانوا يحضروا البرنامج، هم كانوا معدين البرنامج، بس كانوا معطينا مساحة الإعداد في إيش؟ نعد يعني مثلا التحية، نعد شلون نقدم التقرير، فهذا الشيء علمنا الإعداد منذ الصغر. البرنامج طبعا اللي كنت أتابعه، ممكن البرنامج اللي استمر يعني برنامج ملتقى الصغار، هو البرنامج اللي أنا كنت دائما أتابعه. طبعا كان هو عبارة عن مجموعة مسابقات وكانت في فقرة ندوات. بعد ذلك لما كنت أنا أشارك في الندوات بعد ذلك صرت مذيع، فهالبرنامج اللي كنت أنا أحب أوصل له وكنت أتابعه باستمرار، لأنه كانت في العديد من المواضيع الجميلة اللي كانت تطرح. وتعرف يعني البرامج مطلوب فيها أن نقدم رسالة، رسالة توعية، رسالة واقعية. يا جماعة، يلي عندكم آباء أمهات، يلي عندكم أطفال، فأطفالكم تأثروا، قد يكون ما يحكوا لكم لكن هذا الواقع الآن، يعني حاولوا بقدر المستطاع أنه ترتيب حسابات لا أقل لا أكثر، وضع مساحة. أنا شخصيا عشان كذا أقول لك كل برنامج لي خبرة، اتعلمت. أصدقاء أطفال، رجعنا لكم من جديد بعد ما شاهدتوا عناوين وأرقام هواتفنا، والحين أكيد ياسر سنرحب بزهرة البرنامج، أكيد هي ياسمينة. إذن نرحب بياسمينة. أصدقاء الأطفال، بعد ما رحبنا فيكم أنتم بداية، وهذه ياسمينة تطل عليكم وتقدم لكم أحلى تحيات إن شاء الله. السلام عليكم. سلام.
من معنا؟ شريفة. شريفة شو أخبارك؟ الحمد لله. أنت كل يوم تشاركينا صح؟ أيوة. شريفة كم عمرك؟ أيوة. شريفة كم عمرك؟ ترى بأي صف؟ خامس أول. صف الخامس؟ أيوة. شفتي الموقع اللي صفحنا قبل شوي؟ أيوة. طيب شو تحبي تقولي؟ شو انطباعك أو شو بتعقيبك عنه؟ حلو كثير. الحين يا رزان وصلنا للختام، إيش تقولي في الختام؟ إن شاء الله أنتم استفدتوا من فقراتنا المفيدة اليوم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نلقاكم في حلقة جديدة. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات. عموما مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقتنا عن برامج الأطفال في برنامجنا أحلى الذكريات. حلقتنا خلصت، ما أقول لكم إلا فمان الله. السلامة. هذه هي مشاهدينا اللقطات الحاسمة. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات.